Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. محمد طلحة and you're watching Learn English with Mr. طلحة. حبيبي طلبة طلبات الصف الثالث الإعدادي، يلا بينا نكمل محافظتنا، محافظات 2020، والنهاردة معدنا مع محافظة الشرقية ودي رقم 11. Number one, do we finish the following dialogue? منال is inviting her friend نادية for a mid-year holiday with her school. طبعا قلنا يا جماعة مهم جدا ان انا اقرأ رأي السؤال وكمان اقرأ المحادثة بالكامل قبل ما ابدأ اجاوب. هنا بيقول لي منال بتقول لها هاي نادية I'm going to مطروح next Friday with my school، يعني انا راحة مطروح مع مدرستي. فبتقول لها really بصحيح مطروح is a very beautiful city، ده مطروح دي مدينة جميلة جدا. وبعدين منال سألتها سؤال، قالت لها I'm sorry I'll be in Alexandria on Friday، يبقى إذا أكيد دعيتها إنها تروح معها، يبقى هتقول لها would you like to come، would you like to come يعني تحبي إيه، تحبي تيجي. قالت لها I'm sorry I'll be in Alexandria on Friday، ده راح أكون في اسكندرية. قالت لها when will you come back، طب يا ترى هترجعي إمتى. طبعا هنا لأنها أجازة نص سنة فمش هنجيب مدة طويلة قوي، يبقى إذا هقول after a week. يعني after a week يعني بعد إيه، بعد أسبوع. تاني after a week يعني بعد أسبوع. فبتسألها سؤال، قالت لها I will go with my father and my brother، يعني أنا راحة مع أخويا وكمان بابا. فإذا هنسأل عن اللي هي راحة معهم، طبعا هسأل بمين حبيبي، بهو. طبعا هنا هو بسأل بيها عن father و brother مش عن I، فبالتالي هجيب الفعل المساعد بتاعي عادي خالص اللي هو will، وبعدين الفعل بتاعي اللي هو you، فقول who will you go with، who will you go with يعني انت هتروحي مع مين. قالت لها I'll go with my father and my brother، فبتقول لها so I'll miss you، قالت لها والله انت هتوحشيني. خلاص فأكيد هتقول لها I'll miss you too، يعني I'll miss you too وانت هتوحشيني انا كمان. تاني I'll miss you too، تاني I'll miss you too يعني وانت كمان هتوحشيني. تعال نشوف السؤال التاني، بيقول your brother watches too much television، advise him not to do so، يعني اخوك بيتفرج على التلفزيون كتير انصح انه ما يعملش كده. فاذا هنصح اقول له you shouldn't watch too much TV، يعني ما تفرجش على التلفزيون كتير. او ان انا اقول له if I were you I wouldn't watch too much TV، او you had better not watch too much TV، اي حاجة من الكلام ده صحيح. You ask your friend about his or her favorite subject، انت اللي بتسأل صديقك او صديقتك عن المادة المفضلة. فاذا انا عارف ان لما اسأل عن المادة المفضلة بقول what's your favorite subject، what's your favorite subject يعني ما هي مادتك المفضلة. تاني what's your favorite subject يعني ما هي مادتك المفضلة. اللي بعدها number 3 بقول you are sure that your mom is at home، يعني انت متأكد ان مامتك في البيت. طبعا هنا ممكن you are احولها ل I am، اقول I am sure that my mom is at home عادي جدا، وممكن ابدأ ب my mom واقول my mom must be at home، my mom must be at home، or I'm sure that my mom is at home. تعال نشوف القطعة بتاعتنا، بيقول one day a barber was busy cutting a man's hair in his shop when a handsome young man with a small boy in his hand came in. بيقول كان في حلاق بيقص شعر واحد لما دخل عليه واحد وسيم كده، شاب وسيم ومعاه طفل صغير. They sat down and waited until the barber finished. وقعدوا لغاية ما الحلاق خلص. Then the young man الشاب ده asked the man to cut his hair first and then cut the small boy's hair. قال له انت تقص شعري الأول وبعدين تقص شعر الولد الصغير ده. Because he wanted to have a cup of tea while he was cutting the boy's hair. قال له وانا هشرب كوباية شاي لما انت تخلص للولد ده قص شعره. After having his hair cut، بعد ما خلاص قص شعره، the man said he would have tea at the cafe nearby. قال له والله انا هروح بس ايه اشرب شاي في القهوة المجاورة دي. The barber asked him not to be late، قال له ما تتأخرش. The barber soon finished and waited for the man. At the end of an hour، وبعد نهاية ساعة خلاص وخلص الولد، وبعد نهاية ساعة the barber said to the boy your father is taking such a long time، قال له ابوك خد وقت طويل قوي. Where has he gone؟ هو راح فين؟ I can guess، answered the boy. فالولد قال له أنا ما أعرفش هو راح فين. And that man wasn't my father، قال له بس الراجل ده مش أبويا. I've never seen him before in my life، أنا عمري ما شفته في حياتي. I was playing in the street، كنت بلعب في الشارع. When he came and asked me whether I'd like to have my hair cut without having to pay money، ده هو لقاني بلعب في الشارع وقال لي تعالى عايز تحلق من غير ما تدفع فلوس وجابني هنا.
يبقى اذا الشاب ده ضحك على الحلاق، بمعنى انه خد الولد عشان يحلق هو ببلاش، خد الولد وعمل ان ابنه وقال له هتحلق لي انا الاول وبعدين تحلق له عبال ما اروح اشرب شاي. وطبعا يشرب الشاي ده مراح ما مرجعش، وطبعا الولد الصغير هو اللي موجود. تعالوا الان يقولوا what was the barber doing when the young man came into the shop. قولوا الحلاق كان بيعمل ايه لما الشاب ده دخل المحل. طبعا شكل ما شفنا he was busy، كان مشغول cutting a man's hair. تعال نشوف السؤال التاني، بيقول why did the man take the boy with him to the barber shop. بيقول لي ليه الراجل ده خد الولد معاه المحل بتاع الحلاق. طبعا اكيد هقول to trick the barber، يعني عشان يخدع الحلاق. وممكن اقول to play a trick on the barber. تاني to play a trick on the barber، يعني لو ما قلتش trick قول to play a trick، يعني عشان يخدع on the barber، عشان يخدع يا حبيبي الحلاق. طيب بقول what does the underlined pronoun he refer to. طب يا ترى he دي عايدة على مين؟ طبعا هو قال لي while he was cutting the boy's hair، يبقى he دي عايدة على the barber، the barber اللي هو الحلاق. تعال نشوف، بيقول لي the barber waited for a for the young man to come. طبعا هو قال له ساعة، طب الساعة هنا كام؟ قال لي 60 minutes، يعني 60 دقيقة. The next بيقول لي the barber was paid by، يعني الحلاق ده اندفع ليه فلوس بواسطة مين؟ طبعا هنا الحلاق والولد انضحك عليهم والراجل خلاص طفش، فبالتالي هقول neither the man nor the boy، يعني ولا الشاب ولا الولد الصغير. تعال نشوف أسئلة القصة، بيقول لي بلاك بيوتي، طبعا عارفين ان بلاك بيوتي عمره ما نسي نصيحة امه، فبالتالي هقول has never forgotten his mother's advice، يعني عمره ما نسي نصيحة مامته. طبعا ميري ليجز، عارفين ان ميري ليجز وقع الاولاد او رمى الاولاد من على داره، فبالتالي هقول threw the boys on the ground to give them a lesson، عشان يديهم درس. جون مانلي، عارفين ان جون مانلي ده قدر او استطاع ان هو يطلع الخيول من النار، فبالتالي هقول could move the horses when there was a fire. طب تعال نشوف جو جرين، عارفين ان جو جرين ده كان ولد صغير وكمان كان دايما سعيد وبيغني، فبالتالي هقول was happy boy، يعني كان ولد سعيد who was always singing، يعني كان دايما بيغني. تعال نشوف أسئلة المقال كده، بيقول why do you think black beauty was pleased to be home after Gordon's business journey، يعني بعد رحلة العمل بتاعت سكوير جوردن. طبعا هنا هقول it was، يعني هي كانت a difficult journey، يعني كانت رحلة صعبة. he wanted، هو كان عايز rest، الراحة، and good food، وطعام جيد. تاني because it was a difficult journey، كانت رحلة صعبة. he wanted rest، كان عايز يرتاح، and good food، وكان عايز كمان طعام جيد. Number two بولي what do you think Ginger needed to be a good horse، يعني ايه اللي محتاجاه جينجر عشان تكون فرسة جيدة. طبعا اكيد هقول she needed، يعني هي كانت محتاجة kind treatment. kind treatment يعني معاملة جيدة from people، يعني من ايه يا حبيبي؟ من الناس. تاني she wanted kind treatment from people، يعني كانت عايزة معاملة جيدة من الناس. او she wanted people، يعني ممكن اقول she wanted people، لو انت مش عارف تكتب دي هتقول she wanted people، يعني كانت عايزة الناس she wanted people to treat her، ان هم يعملوها kindly، يعني بشكل طيب. تاني she wanted people to treat her kindly or to be kind to her. to be kind to her يعني ان هم يكونوا جيدين معها. تعال نشوف يلا الاختيارات بتاعتنا، بيقول لي almost all the A of the book were good. طبعا اكيد هنا كل المقالات النقدية، فبالتالي هقول reviews. reviews يا حبايبي يعني مقالات نقدية. اللي بعدها بيقول لي the girl was A with fear. طبعا the girl يعني البنت كانت ايه من الخوف، اكيد كانت trembling، وقلنا trembling معناها ترتعب، ترتعش يعني. نمبر 3 بيقول she designed a beautiful A for the party، يعني هي صممت A جميلة للحفلة، أكيد costumes، قلنا costumes اللي هي الملابس، خلي بالك، لكن مش customs، لأن customs اللي هي دي العادات أو التقاليد، لكن اسمها costumes، costumes اللي هي الملابس الرسمية أو ملابس تنكرية أو ملابس عموما.
طب تعالى نشوف نمبر 4 بيقول وي انجوي ذا كول اي بلوينج فروم ذا سي. تاني وي انجوي ذا كول اي بلوينج فروم ذا سي، ايه الجميل اللي هتهب من البحر؟ اكيد ده نسيم، قلنا نسيم اسمه بريز. بريز. The next number 5 bullet tourism A to grow in the near future. Tourism A to grow in the near future. طبعا هنا السياحة يعتقد أو يتوقع، يعني الكلام ده مبني مجهول فلازم أجيب verb to be اللي وراه تصريف ثالث فيبقى is expected. Is expected. The next number 6 bullet Do you know who is the radio؟ يعني هل تعرف من إيه الراديو؟ أكيد من اخترع، وكلمة اخترع اسمها invent، فأقول Do you know who invented the radio؟ Who invented the radio؟ تعال نشوف نمبر 1 بيقول It's not necessary for you to get up early on Friday. مش ضروري انك تصحى بدري يوم الجمعة. طبعا بيقول لي have to. طبعا هنا اكيد طالما هو not necessary يبقى don't or doesn't have to. الفعل بتاعي هيبقى you طبعا. لان ضروري ليك انت. واجيب don't عادي جدا اهو. You don't have to. يعني انت مش مضطر ان. واكمل عادي خالص get up early on Fridays. يعني مش مضطر انك تصحى بدري يوم الجمعة. اللي بعدها بيقول لك could your son read when he was 6؟ يعني هل ابنك استطاع ان هو يقرا وهو عنده 6 سنين؟ بيقول لي استعمل able. انا قلت يا حبايبي عشان استعمل able مكان could يبقى لازم اجيب was or where، وبجيب were able to. طيب هنا could هجيب مكانها was or where. طيب your son ابنك ياخد was عشان هو مفرد، فبالتالي هقول was your son يعني هل ابنك، واجيب able to عادي جدا اهو able to، وبعدين المصدر بتاع اللي هو read، واكمل عادي خالص when he was 6 يعني هو عنده 6 سنين. اللي بعدها بيقول لي امل بوت سلوى بريزنت، يعني امل اشترت لسلوى هديه. بيقول لي استعمل فور. طبعا يا حبايبي عشان احط فور قدام المفعول الغير مباشر يبقى لازم احط المفعول الغير مباشر ده في الاخر. فاذا هقول امل بوت، هنا بقى هجيب المفعول المباشر الاول اللي هو ابريزنت، وبعدين اقول فور سلوى. ثاني امل بوت ا بريزنت فور سلوى، يعني امل اشترت هديه لسلوى. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناه اشترك بسرعه، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يوصلك بقيه الامتحانات ان شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.